السلام عليكم عمو عبد الله بنين، عظم الله لكم الاج، شلون صحه؟ عليكم السلام ورحمه الله. اهلا اوليادي سرحان، شنو هذا الكلام الجميل؟ يعني سلمت علينا وبنفس الوقت يعني خاطبتنا فد لغه خاصه اليوم بالحزن، ما شاء الله عليك. هاني اتعلميك. عليكم السلام سرحان، احسن الله لك العزاء. أحسن أهلا وسهلا، عظم الله لكم الأجر. وأكيد العزاء واصل إلى مشاهدينا الكرام وأصدقاء البرنامج، وأتمنى أن نحظي جميعا بشفاعة السيدة الزهراء عليه السلام، وأن نكون حريصين على تعظيم شعائر أهل البيت صلوات الله عليهم. أقول لك أنت بنين؟ نعم. هاي متأكدة هذا سرحان؟ والله حتى أنا شاكة بالموضوع. أشو اليوم سرحان يعني غرد، يعني فد كلام جميل وتعزية وخاص، مو صحيح؟ اي والله. يعني اقول لك وليدي، انت منين تعلمت هذا الكلام؟ بصراحة عمو ابو عبد الله، اني تعلمت هذه الادعية والعبارات من المجالس الحسينية، لان دائما اني اروح للمجالس مع والدي عمو فرحان. ما شاء الله، بعد بارك الله بيك وبصديقنا عمو فرحان، واحنا دائما يعني نتمنى نسمع منك هذا الكلام، وهذا دليل انه انت شاطر وتعلمت. شكرا. وهسه وليدي، شنو رايك نبلش ويا اطفالنا الحلوين من خلال بنين ونسلم عليهم؟ ها بنين، يلا وانا حروح اطبق السياره بالمحل. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه سرحان. على ما يروح سرحان للدكان، ومثل ما طلبت مني عمو ابو عبد الله، انا راح ابدي ان شاء الله، بس تعطيني رايك بالتقديم اللي راح اقوله. اكيد طبعا، اكيد ان شاء الله. نقول بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، السلام على الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء عليها السلام، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، السلام على صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أصدقائنا الأطفال، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد أم هذه الأمة فاطمة الزهراء عليها السلام، يصادف في الرواية الأولى 8 ربيع الآخر. أتمنى تحفظون هذا التاريخ كل الزين، وأتمنى أيضاً أن نكون من الموالين لأهل البيت عليهم السلام، ومن الثابتين على ولاية الأئمة الأطهار عليهم السلام. شنو رأيك بالتقديم عم أبو عبد الله؟ حقيقة بنت بنين، هذا فشي كلش مفرح. شكراً. يعني من أسمعك اللي كنت بهاي التقديمة وسرحان، يعني ما شاء الله أبناء شارع الأصدقاء كلهم مثقفين ويعرفون شلون يسولفون، وهذا دليل انه انتم يعني دائما ملتزمين بالنصائح والوصايا، فبارك الله بيك. اقول لك بنيتي، يعني دا اشوف صديقنا مهدي هم محضر له كلمه، خلينا نروح المهدي. سلام عليكم صديقنا مهدي، عظم الله اجركم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله عمو عبد الله، وعظم الله لنا ولكم الاجر ان شاء الله تعالى، واكيد الاجر والسلام موصول لكم ايها الاحبه مشاهدينا الكرام، اخوتنا الاعزاء مشاهدينا ومتابعينا في برنامج عمو فرحان، حياكم الله، عظم الله لنا ولكم الاجر بمصابنا بمولاتنا السيده الزهراء سلام الله عليها، ونحن نعيش الذكرى، ذكرى شهاده مولاتي السيده الزهراء سلام الله تعالى عليها، اجرنا الله واياكم. أكيد عظم الله أجرنا وأجركم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله دوما لخدمة محمد وآل محمد، وأكيد لمولانا صاحب العصر والزمان العزاء في هذه الأيام وفي هذه الرواية الأولى. قد البعض منكم أصدقائنا الشطار يتساءل شنو الرواية الأولى؟ أحبتنا فيما ورد بالكتب التاريخية والدينية، والتي هي كانت الناقل لنا، ناقل الروايات، الروايات عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، نقلت أن ثلاثة تواريخ لشهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وإحنا اعتمدناهن ثلاثة حتى شنو إن شاء الله تعالى نقيم في ثلاث مراسيم لمولاتنا السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها. خلينا أنا وياكم نتعرف على هذه التواريخ اللي هي الرواية الأولى أحبتنا الكرام، تصادف في 8 من ربيع الآخر في عام 11 للهجرة.
أما الرواية الثانية فهي في 13 جمادي الأول عام 11 للهجرة، والرواية الثالثة هي في جمادي الآخر الثالث من جمادي الآخرة عام 11 للهجرة. أحبتنا الآن هذه المعلومات أتمنى منكم أن تحفظوها وضيفوها إلى صندوق معلوماتكم، وكذلك تحفظوها في خصوصا في حلقة هذا اليوم، لأن إن شاء الله تعالى في فقرة اتصل وأربح ستكون من ضمن الأسئلة التي ستطرح عليكم إن شاء الله تعالى. أجدد لكم التعزية إن شاء الله، وعظم الله لنا ولكم الأجر، ربي يوفقنا وإياكم إن شاء الله دوما لإحياء ذكرى شهادة مولاتنا السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها. وفي بداية هذه الحلقة لكي تعم البركة والخيرات بذكر مولانا صاحب العصر والزمان، أدعكم الآن أيها الأحبة لسماع دعاء الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، فإلى ذلك الدعاء المبارك فلنستمع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم صحيح صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديق سرحان أهلا وسهلا سعيد وحزين. أهلا وسهلا بكم. عظم الله لك الأجر. جورنا وجورك رحم الله والديك. أحسن بابا خليني أني أجاوبهم. عظم الله لنا ولكم الأجر صديقي الموالي سعيد، ونحن نعيش أيام الحزن الفاطمية وفاجعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. شنو هاي؟ سرحان صراحة عجبتني اختيارك المفردات المناسبة. أكيد على مود تحية بهاي المناسبة العظيمة والأليمة. أكيد والله كلش عجبتني. أحسنت عافية وليدي سرحان، يعني رفعت راسي. شوف شلون حضور المجالس الحسينية، شلون تتربى الأطفال والفتية
وكل هذا يعني يحضر بها على حب أهل البيت عليه السلام. وإن شاء الله يا صديقي سرحان من تحضر هذه المجالس راح تتعلم الكثير من المفردات والمصطلحات الخاصة بهذه المناسبات. بابا بابا مو بس سعيد وحزين متحوني، لا حتى عمو ابو عبد الله وبنين كلهم متحوني. عافية. ام فرحان عيني. شنو رايك باعتبار سرحان عنده معلومات وحضر مجالس؟ حلو، اسئله سؤال صغيروني. اي تفضل. انت تتوقع اجاوبه؟ اسال اني لا حجاوب. زين، سؤال يقول: ما هو سبب تسمية السيدة فاطمة عليها السلام بأم الأئمة؟ سؤال حلو. هذا سؤال صعب صراحة، احنا ما متفقين هيك أسئلة، أريد سؤال سهل. زين، أنا عندي لك سؤال قد يكون أسهل. يلا. لماذا لقبت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بسيدة نساء العالمين؟ يا جماعة أني مو كل شيء أعرف عن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، وليش تحرجوني قدام بابا؟ ولهذا بابا عمو فرحان أريد أني أعرف أشياء كثيرة عن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقل لي شلون أعرف؟ عندي جواب. اليوم بإذن الله تعالى لحد الشيخ عباس الكربلائي حتى يتحدث لنا عن بعض من ألقاب السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ومن ثم يجيب على الأسئلة اللي طرحها صديقنا سعيد وصديقنا حزين. شنو رأيكم؟ والله عشت ذك عمو فرحان، بارك الله بك على هاي الفكرة كلش حلوة عمو فرحان. من رخصتك راح نروح أنا وأخويا حزين هسه البيت الشيخ عباس الكربلائي وندعيه على مجينا يجاوبنا على هاي الأسئلة. شو تقول؟ أحسنتم. وأنتم أيضا أصدقائي دعوة لكم مثلا لمشاهدة ومشاركة الأصدقاء وراجعي لكم. الآن مع مشاركات الأصدقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي الطالبة فاطمة علي، لدي مقطع من قصيدة الشاعر دعبل الخزاعي: أفاطم لو خلت الحسين. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور ببطن النهر من جنب كربلا، معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالعراء فليتني، توفيت فيهم قبل حين وفاتي، إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم، سقتني بكأس الثكل والفضعات، إذا فخروا يوما أتوا بمحمد وجبريل والقرآن والسورات، وعدوا عليا ذا المناقب والعلا، وفاطمة الزهراء خير بناتي، وحمزة والعباس ذا الدين والتقى، وجعفرهما الطيار في الحجبات، وآل رسول نحف جسومهم، وآل زياد غلظ القصرات، وآل رسول تدمى نحورهم، وآل زياد ربة الحجرات، وآل رسول الله تسبى حريمهم، وآل زياد أمن السربات، إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، أكفا من الأوتار منقبضات، سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، ونادى منادي الخير للصلوات، وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات.
صدق عمو ابو عبد الله؟ نعم. سمعت الحديث اللي دار من الساعة بين حزين وسعيد وسرحان؟ حكوا عن ألقاب السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وسرحان ما عرف الجواب، وعلى ما أعتقد أنه حتى البعض من أصدقائنا ما يعرفون هذا الجواب. برأيك شو نحل هذا الموضوع؟ والله بنيتي بنين، يعني سؤالك مهم جدا. شكرا. وبمحلة، أنا سمعت الحديث اللي دار بيناتهم. طبعا المسؤولية الأولى والأخيرة على الأهل. تمام. ها ليش؟ لأنه هم المفروض دائما يتابعون ويا أولادهم وينطوهم المعلومات الصحيحة والقيمة. يعني المعلومات الأدبية الثقافية الدينية، وخصوصا الدينية واللي تخص سيرة أهل البيت عليهم السلام. زين، أسألك سؤال عمو. تفضل. هي المؤسسات الدينية يعني إلها دخل بهذا الموضوع لو لا ما لها علاقة؟ ها هم هو السؤال. شلون ما إلها دخل؟ احنا نلاحظ بالآونة الأخيرة يعني العتبات المقدسة، خصوصا العتبة الحسينية المقدسة، تسوي دورات توعية. صحيح. ها شفتي، ورش عمل، ودائما خصوصا أيام الصيف هاي الدورات شنو الغاية منها؟ هم يعلمون الطفل ويفهموه نهج آل البيت عليهم السلام، وهم هم يخلوه دائما متواصل وضمن هاي الأجواء. لذلك العتبات لها دور كلش كبير وفعال. يعني العتبات مثل ما تخدم الكبير، خدمة الصغير همات. صحيح، ومن خلال خدمة الصغير أتذكر أنه سوت هواية برامج، ومن ضمن هاي البرامج برنامجنا عمو فرحان. أي صحيح. الصدق عمو أبو عبد الله أنه إحنا مو بس نعطي معلومات دينية ولا بس نفهم الأطفال على الأمور الدينية، لا حتى الأمور الغير دينية اللي ممكن هي تفيدهم بحياتهم. أحسنت. يعني نقدر نقول أنه إحنا كنا نقدم فتشيل الطفل. أها إذن شنو اللي نقوله؟ أي دائماً يعني برامج الأطفال وحتى هاي الدورات للأطفال نريد الأهل شوية يتعاونون ويانا، يعني خلي يحثوهم بدال ما يلزم بس الآيباد والموبايل وهاي الألعاب الإلكترونية، لها يساعدهم على الرياضة، يساعده ويعلمه شلون يقعد قبال الشاشة ويختار له البرنامج المناسب. صحيح. مو صحيح؟ خصوصا الأهل دائما يم أطفالهم. ها لذلك هاي دعوة مني ومنك للأهل كلهم، انه لازم يحثون اولادهم على هاي المسائل وهاي الدورات. ليش؟ لانه ترى اهل البيت هم الخير والبركه، وهم مصدر العلم والمعرفه والصبر، مو لولا بنيتي. صحيح، اكيد مو. وحتى يكونون اطفال حسينيين ماشيين على نهج الزهراء عليها السلام. شو تقول عمو ابو عبد الله؟ انا وياك بهذا الموضوع. شكرا. اقول لك احنا يمكن وصلنا لفقره حلوه. لا فقره اللي بيها الاطفال الحلوين هيك صورهم يدزوها لنا دائما. عرفتها، وهي فقره صور اصدقاء البرنامج. احسنتي. اذا خلي الروح ونشوف أطفالنا الحلوين من خلال فقرة صور أصدقاء البرنامج. الآن مع صور أصدقاء البرنامج. We'll be right back.
طب احسن. طبعا اول شيء سلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. وانا اعتذر منكم شويه تاخرت على المجلس. لا عاد لكن لسبب بسيط. اكيد لانه وياي البرعوم الصغير الجميل الملا حيدر. يا اهلا وسهلا. والله اهلا وسهلا. زين ما قلتوا لي ليش اخرك حيدر؟ ليش؟ هو ما اخرني حيدر. ها. ابو حيدر. ها. جيراننا العزيز. قال اريد منك اليوم تاخذ حيدوري وياك للمجلس لانه محضر قصيده ما شاء الله لهاي المناسبه الله. الاليمه. نعم. شو يقول حيدر؟ نعم جاهزين ان شاء الله. جاهزين. اول شيء شو نسوي؟ نقعد بالمجلس. نعم. ونسمع من شيخ عباس الكربلائي. نعم. هذا الحديث القيم وراه ان شاء الله نبلش. يلا استريح. احسنت. يا الله اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساكم الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. إن شاء الله تعالى. أحسنت. أحسنت وأهلا وسهلا بضيفنا الصغير ملا حيدر. استريحوا والآن أما نترك الحديث. نترك الحديث إلى الشيخ عباس الكربلائي وهو حيتحدث لنا إن شاء الله عن بعض ألقاب سيدتنا ومولاتنا سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. فاستقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنت بارك الله بك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرفع آيات الحزن والأسى إلى مقام صاحب العصر والزمان ومراجعنا الدين العظام لذكرى شهادة سيدتنا ومولاتنا الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها وذلك فضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بالحقيقة أن السيدة الزهراء عليها السلام لها من الألقاب الكثيرة. أول الألقاب للسيدة الزهراء عليها السلام هي أم أبيها، وألقاب أخرى أم الأئمة. هذا اللقب نعرفه ما هذا؟ لماذا السيدة الزهراء عليها السلام اختصت بهذا اللقب؟ أولا نعرف ما هي الأم. الأم التي عبر عنها المؤمنين وعبر عنها الإسلام بأن هي منبع الأصل. إذا قارين في الروايات إن مكة أم القرى، معنى ماذا؟ معنى هي أصل القرى. أو في حديث آخر إن الفاتحة أم الكتاب. صح. ما معنى أم الكتاب؟ يعني بداية الكتاب، يعني هي أصل الكتاب. السيدة الزهراء عليها السلام إذا تذكرون في الحلقة الماضية تكلمنا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله نزلت عليه سورة الكوثر، ولما نزلت عليه هذه السورة لأنه كان ليس له أولاد. بمعنى هذا الحديث إن كان النبي عندما يولد له ولد يتوفى. بمعنى آخر إن إبراهيم كان عنده في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وعمره صغير وتوفى. القاسم وهو الابن الأكبر للنبي صلى الله عليه وآله كذلك في زمن النبي وتوفى. آخر شيء السيدة الزهراء عليها السلام الله سبحانه وتعالى جعلها مطهرة طاهرة وأنجبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليه السلام، وأنجبت الأئمة المعصومين صلوات الله تعالى عليهم من ذرية الإمام الحسين عليه السلام، فسميت بالزهراء عليها السلام بأن هي ماذا؟ أم الأئمة وأم ماذا؟ أبيها. هناك حديثا آخر بأن السيدة الزهراء عليها السلام لقبت بسيدة نساء العالمين. ما معنى بسيدة نساء العالمين؟ إن السيدة الزهراء عليها السلام إنها كانت طاهرة مطهرة. بمعنى ماذا؟ إن السيدة الزهراء عليها السلام ولدت قبل أن يولد الخلق. يعني بمعنى ماذا؟ خلقت الزهراء عليها السلام قبل الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم وحواء، والله سبحانه وتعالى قد عرفهم وجعلها من أصحاب الكساء الخمسة التي هي السيدة الزهراء عليها السلام، أصبحت سيدة نساء العالمين. أنا أنقل إلى نقطة مهمة جدا ونحن نعيش هذه الليلة الأليمة، هي رحيل السيدة الزهراء عليها السلام من هذه الدنيا. هناك سؤال يطرح نفسه بأن السيدة الزهراء عليها السلام لما قتلت أين كان أمير المؤمنين عليه السلام؟ سؤال يطرح. نعم. الجواب على هذا السؤال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان حاضرا في البيت.
هسه بعض يستغرب يقول بأن السيدة الزهراء تقتل وأمير المؤمنين جالس في البيت. أولا سيد الكريم بأن علي بن أبي طالب عليه السلام ليس رجلا عادي، وإنما هو إمام معصوم مفترض الطاعة من الله تبارك وتعالى، لا يفعل الشيء إلا أمر من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمره أن يكون صابرا لأجل الإسلام. لما قتلت السيدة الزهراء عليه السلام هناك نقطة جدا مهمة ولا بد أن نوضحها، وهي أن السيدة الزهراء عليه السلام لما خرجت لم تخرج إلى الأعداء، وإنما خرجت خلف الباب. هذا نقطة جدا مهمة، بأن الزهراء عليه السلام وقفت خلف الباب وذكرتهم بالله سبحانه وتعالى حتى ترجعهم إلى رشدهم. وهناك نقطة مهمة، إن الأعداء كسروا الباب ودخلوا على السيدة الزهراء عليه السلام. هناك فرق بين فتح الباب وهناك كسر الباب. الأعداء كسروا الباب بمعنى إن ماذا؟ إنها أصبح اعتداء على السيدة الزهراء عليه السلام. أنا قال في الروايات إن بيت الزهراء عليه السلام كان ممر، لما تدخل إلى بيت الزهراء كان ممر. هذا اللعين الذي دخل على بيت الزهراء عليه السلام ماذا صنع؟ وضع قدمه على الحائط وكتفه على الباب، وكانت الزهراء عليه السلام خلف الباب، بحيث هذا اللعين قال سمعتها، يقول عندما عصرتها سمعت أضلاعها تتكسر. لعنت الله عليهم. لعنت الله عليهم. وهناك واحد آخر يقول عندما وقعت الزهراء عليه السلام على الأرض يقول كان هناك بسمار، هذا البسمار أنا عندما عصرتها نبت البسمار في صدرها خرج من ظهرها. أنا لما أقول بأن السيدة الزهراء عليه السلام تحملت من المصائب الكثيرة، هذا حتى لا أحد يعتبر بأن مصيبة وخلاص وانتهى، لا، إنما السيدة الزهراء عليه السلام تحملت مصائب كثيرة، تحملت مصائب زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، مع كل هذا أخذت من الاعتداء، وكل هذا سقط جنينها المحسن في ذلك اليوم وأحرقوا دارها بأبي وأمي. كل هذا كفى؟ تقول الرواية لا، بل حتى منعوا إرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذوا حقها. فدك كان النبي صلى الله عليه وآله الذي أعطى هذه الأرض إلى السيدة الزهراء عليه السلام، ماذا صنعوا؟ أخذوا حتى هذه الأرض من السيدة الزهراء عليه السلام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصارها وأعوانها، وذلك بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. أحسنت شيخ عباس. أحسنت بارك الله. أحسنت وبارك الله بك، وشكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. بابا أنا هسه صار عندي واي معلومات، وأيضا عرفت ألقاب السيدة الزهراء عليه السلام. وإذا حزين وسعيد سألوني مرة ثانية إن شاء الله لحجاوهم. ليش؟ لأنه شيخ عباس أخذت منه معلومات جميلة عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. بارك الله بكم. بارك الله بكم. هذه هي فائدة المجالس أصدقائنا، هي مو فقط أنه نحضر ويصير عندنا عدد كامل، لا، هي أنه ننور عقولنا بهذه المعلومات اللي طرحها علينا الشيخ عباس الكربلائي. هسه شنو عندكم شباب؟ بارك الله فيك. صدق مهدي شنو عندنا هسه؟ ان شاء الله تعالى عمو عبد الله وعمو فرحان جميع الاخوه الحضور الله يبارك فيكم ان شاء الله تعالى، وعظم الله لنا ولكم الاجر مجددا بشهاده مولاتنا السيده الزهراء المظلومه صديقه الشهيده الله يبارك فيكم ان شاء الله تعالى. صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. بعمر 18 شالوها ابن عيش، بعمر 18 شالوها ابن عيش، مكسورة الضلع وتصب الدمع وياي، مكسورة الضلع وتصب الدمع، هاي أمي الحسين هاي، وهاي الطاهرة ليش
للقصور تسكن مقبرة الله يساعد الحسين عال صار وجرى فقد امه تراحل كاسر خاطره لا يقوم ما يخلى الهضم بيتي بلا يقوم ما يخلى الهضم مكسورة ضلع وتصب الدميع مكسورة ضلع وتصب صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله بكم إن شاء الله موفقين ومجورين يا رب. الله يبارك بكم. الآن خلينا نسمع من صديقنا ملا حيدر، خلي يتحفنا بأبيات لمصيبة السيدة الزهراء سلام الله عليها، فاستقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشتاقي وإجيت يم قبرك بكيت يم قبرك بكيت ليش بغربة عفتيني يا عيني ونظر عيني يم قبرك بكيت يم قبرك بكيت أنا علي يا فاطمة حيرني دهري مشتاقي ليك وانتي إلي مشتاقة أدري كسر لي شي ضلوعي اشترى كسر لي ظهري يم الحسن يم قبري تمنيت قبري يا كوثر حنان محتاجيك أمان يا كوثر حنان محتاجيك أمان جبر الفرقعيك ويني يا عيني ونظر عيني يم قبرك بكيت يم قبرك بكيت المن أسولف غربتي من يفتهمني قالع لبابي وبابي لي بيتي هضمني بعدك أحس الدنيا كلها ما تلمني بدمع داوي جرح لو جرحي لي تيمني يا جرحي ودواي شقدت لي اشتعاي يا جرحي ودواي شقدت لي اشتعاي غيرك ما يداويني يا عيني ونظر عيني يم قبرك بكيت يم قبرك بكيت صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيك. أحسنتم. بارك الله بكم جميعا مأجورين وموفقين على الله دوما إن شاء الله وإياكم. لكي نحيي هذه المراسيم الحسينية الحزينة المباركة مراسيم أفراح وأحزان محمد وآل محمد إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الآن سوف ننتقل وإياكم إن شاء الله تعالى إلى فقرتنا التالية، فقرة اتصل واربح، فقرة الاتصالات والمشاركات. كونوا مستعدين لأن إن شاء الله راح تكون عندنا أسئلة خاصة بهذه المناسبة المباركة إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل بفقرة اتصل واربح. اتصل واربح.
الحمد الحمد لله وشكرا. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم ان شاء الله. ايها الاحبه، نستقبل اول اتصال ان شاء الله تعالى. خلينا نستقبل اول اتصال، وسوف يكون هذا الاتصال معاك يا عم ابو عبد الله، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. من هو ويانا؟ عباس صلاح الدين. الو. الو، السلام عليكم. عباس صلاح الدين. عباس شنو؟ اكو هوسه، اكو هوسه ولغط بالاتصال. يا عباس يعني ما نسمع بشكل واضح. عليكم السلام. اهلا عباس. شلونك زين؟ اهلا وسهلا. انا عندي مشاركة. تفضل. طيب ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله على الله الزمر. على كيفك. ما افتهمنا بشكل صحيح. احسن طيب الله انفاسك. اللهم صل على محمد وال محمد. لكن خلي عمو ابو عبد الله يوجه لك نصيحه. اسمع. وليدي. نعم. اكو واحد يقرا القران الكريم بهاي الصوره السريعه، ما يصير. سريع جدا شنيت. شلون حكي يعني؟ لا سمعنا احنا بشكل واضح. صح. ولا انت قريت بشكل صحيح. لازم بهدوء وتأني. زين وليدي، هاي نصيحه من عمو ابو عبد الله، لازم نطبقها ان شاء الله بالايام الجايه. وعلى كل حال طيب الله انفاسك انت وكل الاحبه الاصدقاء. اتصال اخر ان شاء الله تعالى راح يكون ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا، من ويانا؟ شنو الاسم؟ انوار خالد. منو عفوا؟ انوار. انوار. انوار مين يا انوار؟ من البصره. من البصره. انوار اسم بابا شنو؟ خالد. أنوار خالد من محافظة البصرة، أهلا ومرحبا يا أنوار، وعظم الله لنا ولكم الأجر. أنوار شنو تحبين، تختارين سؤال أو مشاركة؟ مشاركة. مشاركة، يلا تفضلوا. علمتني الزهراء عليه السلام أن أدافع عن إمام زماني وأن وقف الجميع ضدي. أحسنتي، بارك الله فيك. ما شاء الله. بارك الله فيكم، أحسنتم. أحسنتم، شكرا جزيلا، طيب الله أنفاسكم إن شاء الله. واتصال آخر، السلام عليكم. رقية من كربلاء. رقية السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا رقية. عظم الله اجركم الناس في استشهاد فاطمة الزهراء. بارك الله فيكم. عظم الله اجركم ان شاء الله. رقية شنو اسم بابا؟ علي. رقية، علي. رقية تريدين سؤال او مشاركة؟ مشاركة. مشاركة، وخلنا نسمع يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأوصيني إن كان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إن اشكر لي ولي والديك للمصير، وإن جهداك على أن تفكي ما عيك لك به علما فلا تطعهما. أحسنتم، بارك الله فيك. اتبع سبيل من انا بلا من انا بلا مرجعكم. طيب والله فاز، صدق الله العظيم. الله العلي العظيم، رجعنا لنفس المساله. هم سرعه، هم كانت بسرعه، وبالتالي بسرعه. اي احسنت، بسرعه صارت اكو اخطاء. اي ان شاء الله كل ما تكونون يعني تكون قراءتكم بطيئه بالقران الكريم راح تقدرون تقرؤون الكلمه بشكل صحيح حتى تلقوها بشكل صحيح كذلك. نعم. ان شاء الله مريم راح تكون وياك يا عمو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يمكن مريم ويانا؟ ايه وياكم مريم. مريم شنو اسم بابا؟ موفق. مريم موفق، اهلا وسهلا من يا محافظه. من كربلاء. من كربلاء، اهلا وسهلا. زين عندك مشاركه لو تريدين سؤال من عندنا. سؤال خلينا نشوف. والسؤال هو يا مريم، متى استشهدت السيده فاطمه الزهراء وحسب الرواية الأولى؟ الرواية الأولى، ركزي. ركزي. أنا ذكرتها بداية الحلقة. أليف 8 ربيع الآخر عام 11 الهجرة، أو ها؟ جاوبت من نفسها. قالت 8 ربيع الآخر عام 11 الهجرة. خلي نشوف. إيه. خلي نشوف. نشوف الإجابة. والإجابة هي صحيحة. صحيح. يا مريم يا شاطرة. بالتأكيد الإجابة صحيحة إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم إن شاء الله. أحسنتم. علي حيدر من البصرة، سلام عليكم يا علي. وعليكم السلام. حياك الله، أهلا ومرحبا، عظم الله أجرك يا علي حيدر. أجرنا وأجرك. شكرا جزيلا. علي شنو اسم بابا حيدر عرفناه، خلينا نعرف أنت بيصف. ثالث متوسط. ثالث متوسط، ما شاء الله. شنو تختار، سؤال أو مشاركة؟
سؤال يلا سؤالنا على الشاشة إن شاء الله راح يظهر السؤال وأريد منك تركز كل زين. وسؤالنا يقول يا حيدر، متى استشهدت السيدة فاطمة الزهراء وحسب الرواية الثانية؟ 15 جمادى الأول عام 11 للهجرة، 13 جمادى الأول عام 11 للهجرة، أم 14 جمادى الأول عام 11 للهجرة؟ 13 جمادى الأول عام 11 للهجرة. متأكد؟ متأكد. خلينا نشوف السؤال الإجابة يا علي. أحسنت الإجابة موفقة وصحيحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكرا جزيلا علي. واتصال آخر. السلام عليكم. رقية من بغداد. رقية مالك كريم. اهلا رقية مالك. سلام. اهلا رقية. رقية شنو؟ رقية مالك. يا اهلا وسهلا. من محافظة؟ من محافظة بغداد. من بغداد. اهلا وسهلا رقية. عندكم مشاركة لو نعطيكم سؤال؟ مشاركة. يلا خلنا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط الصراط الذين انعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. طيب الله الانفاس. شكرا جزيلا. السلام عليكم. من ويانا؟ لينا. مرحبا. شنو اسم بابا؟ ليث. هم حرف اللام. لينا ليث. هاي لينا مبينة كلش صغيرة ما شاء الله. الله يحفظها ان شاء الله بحق الزهراء. زين لينا، شنو عندك مشاركة لو تريدين سؤال؟ سؤال. احنا راح نسألك يعني يكون سؤال صغيرون. شو تقول مثلا اليوم؟ اليوم شنو تصادف يا مناسبة يا ذكرى؟ شنو المناسبة؟ شو تقولين؟ احنا لابس الزهراء. عفية الوطنة. بارك الله بيك. ربي يحفظك ان شاء الله. سنتي الله يبارك فيك ان شاء الله. كيد اسمها دخل ويانا ان شاء الله بالقرعة، والان صديقنا سعيد هو من راح يجري القرعة ويحدد اسم الفائز بقوة الله سبحانه وتعالى. ايها الاحبة الكرام، كلكم ان شاء الله تعالى فائزين ويانا، ولكن هي ان شاء الله قرعة راح نحدد اسم فائز واحد، ولكن بالحلقات الجايه ان شاء الله نشوفكم كلكم فائزين ونقرا اسماءكم بضمن لائحه الفائزين ان شاء الله. والفائزه معانا هي مريم موفق من محافظه مبروك يا مريم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارك الله بكم. شكرا لكل الاحبه، ومبارك لمريم موفق التي فازت ان شاء الله تعالى معانا اليوم بجائزه برنامج عام وفرحان، التي هي عباره عن كارت اتصال فيها 10,000 دينار مقدم من قناه كربلاء الفضائيه. لاستلام الجائزه ايها الاحبه الفائزين جميعا، تواصلوا ويانا على تطبيق الواتساب عبر رقم الهاتف الذي ساذكره الان، اللي هو 0771111228. تواصلوا ويانا هسه على الواتساب حتى تستلمون الجائزه ان شاء الله تعالى. ايها الاحبه، الان خلينا ننتقل لعام فرحان وعند الختام ان شاء الله. نعم اصدقائنا الاطفال الحلوين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. على امر اللقاء بكم مع حلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه.